طب بعد أجازة نصف العام هل اتخذ قرار بشأن شكل التعليم وقتها يكون إيه، ولا هيعاد تقييم الأمر حسب الوضع؟ لا يعني كما ذكر القرار الذي أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن تحديدا مذكور فيه بوضوح أنه يتم تقييم كل القرارات والمواقف وفق التغير في الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا لحظة بلحظة أو يوم بيوم. والحقيقة من المبكر أن احنا نبدأ نضع تصورات الآن، احنا نتحرك بهدف واحد وواضح وهو توفير بيئة صحية آمنة للعملية التعليمية. كل ما يلزم من قرارات لتحقيق الهدف ده سوف يتم اتخاذه وفق الوضع الوبائي. هايل. طب لما بنتكلم عن التعليم عن بعد كضرورة فرضها واقع فيروس كورونا دكتور حسام، كلمنا عن توفير آليات استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد، وإزاي تم تأهيل العاملين بالعملية التعليمية في الجامعات والمعاهد على مواجهة ده؟ خليني أقول لحضرتك أنه الموضوع بدأ الحقيقة من قبل الكورونا. يعني إحنا هناك توجه واضح للدولة المصرية واستراتيجية واضحة أعلن عنها السيد الرئيس مرارا وتكرارا، وهي التحول الرقمي ومصر الرقمية. صحيح. وتقديم الخدمات الإلكترونية دي كانت استراتيجية مصر 2030 من قبل الكورونا بسنوات الحقيقة. وهذه الاستراتيجية أثبتت الكورونا أنها حتمية، وبالتالي كان هناك تغير على مستوى الشبكة العنكبوتية على مستوى الإنترنت. كلنا شهدنا تغيير الشبكات من الشبكات والوصلات النحاسية إلى الفايبر أوبتيك اللي ما كانش لسه في كورونا، ولكن كانت وزارة الاتصالات تتحرك بقوة لتغيير ذلك. كلنا في منازلنا في معاهدنا في جامعاتنا تم تغيير البنية التحتية بشكل واضح لتوفير مجال لمصر الإلكترونية أو مصر الرقمية. الحقيقة هذا التوجه ساعدنا كثيرا في أن احنا نقدر نطبق كل الآليات للتعلم عن بعد. كان هناك توجيه واضح من أكثر من سنتين ثلاثة في المجلس الأعلى للجامعات لكل أعضاء هيئة التدريس للتحول إلى الكتاب الرقمي والكتاب الإلكتروني وتحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية. صحيح يمكن كانت وتيرة العمل لا تسير بنفس السرعة، لكن الحمد لله كان عندنا التوجه وكان عندنا وكنا بدأنا فعلا، وبالتالي كان من السهل بمكان ان احنا لما نتعرض لأزمة الكورونا ونحتاج الى ان نكون ولا بد إلكترونيين ان يكون هناك تطبيق وتسريع للمناهج للكتب للمنصات. كل ده كنا نعمل عليه قبل الكورونا، ولما جاءت الكورونا كان عندنا القدرة ان احنا نتحول بسرعة شديدة جدا الى تعليم إلكتروني. طب يبقى خلينا نقول ايه، انه ازمه كورونا فرضت من اهميه التعليم عن بعد، عززت من قيمته في الفتره الحاليه، هو كان مخطط له لكن يمكن عجلت من الامر، خلتنا ندرك انه الامر لا يحتمل الانتظار. يعني زي ما قلت حضرتك هو كان هناك استراتيجيه هي الجامعات الذكيه والجامعات الالكترونيه. بدخول موجة انتشار الوباء لكورونا أصبحت هذه الاستراتيجية حتمية لا نستطيع أن نعمل من غيرها. وده على مستوى الحياة عامة مش بس على مستوى التعليم. طب بالمناسبة كان في دعم من الرئيس بتصديق مالي وصل ل 7.10 مليار جنيه دكتور حسام لتطوير وإنشاء جامعات ذكية ومنصات إلكترونية، كلمنا عن هذا الرقم. يعني الحقيقة أنه زي ما حضرتك ذكرتي أنه كان في إرادة سياسية حقيقية يعني يساندها دعم وتوفير مبلغ مالي لتطوير الجامعات الحكومية لتصبح جامعات إلكترونية بمبلغ تقريبا 4.7 مليار جنيه، ده للجامعات، وفي حدود 2 مليار جنيه أيضا لرقمنة المستشفيات الجامعية. فإحنا بنتكلم عن رقم قريب فعلا من 7 مليار تم ضخه وعلى خلال الفترة القادمة وخلال السنوات القادمة، وتم دفع أجزاء كبيرة منه، وهناك فعليا بدأت خطة العمل وبدأنا في التعاقد مع الشركات البرمجيات للوصول إلى امتحانات مميكنة لكل طلاب الجامعات، لأنه مش من المنطقي الحقيقة أنه يبقى في تحول رقمي للطالب وهو في الحضانة وفي الابتدائي وفي الإعدادي وفي الثانوي ثم يجي إلى الجامعة لا يستكمل نفس هذا
التحول الرقمي، لأنه الحقيقة التعليم يسلم بعضه بعضا، فهو بيخرج من المدرسة بعد أن يكون قد تدرب على التابلت، من المنطقي أن يجد نفس الآليات في الجامعات. ولهذا كانت الرقمنة تسير في التعليم ما قبل الجامعي يدا بيد مع الرقمنة والدعم المالي وتطوير الشبكات وتطوير البرامج ونظم التعلم وبنك المعرفة. ولا نغفل دور بنك المعرفة الحقيقة، اللي كان استثمار مصري حقيقي في توفير منصات تعليم إلكترونية، وفي توفير نظم إدارة تعليم إلكترونية، وفي توفير امتحانات إلكترونية. الكلام ده بنك المعرفة من أكثر من 3 سنوات.